الموضوع ديالنا اليوم كنتفاجئوا بان المدير ديال القاعه ديال بو محمد اللي قبلت مقبره سباته اننا كنتفاجئوا قال لنا خلصوا، وحنا من 2012 وحنا كنترينيو، وحنا جمعيه ديال الوداد ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، اننا كنترينيو هنا نهار 2 من 12 الجوج ونهار الجمعه من 10 ل 12. كنتفاجئوا نهار الجمعه يعني الصارمه قال لنا المدير قال لك اسيدي نهار 2 لما خلصتوش ما تدخلوش، وحنا الاشخاص في وضعيه اعاقه كان تحت لواء الجامعه الاشخاص في وضعيه اعاقه كنشاركوا في البطوله وحتى لينا المرتبه الاولى باش انتقلنا من القسم الوطني الثاني الى القسم الوطني الاول، ودابا حنا كان غادي نشاركوا ان شاء الله في القسم الوطني الاول، وهاد المجموعه هي حاضره الاشخاص في وضعيه اعاقه، ان التيران ديال المبادره ديال سيدنا اللي دارها انه كدمج اشخاص في وضعيه اعاقه من اجل الرياضه، حنا هنا جينا الصباح اليوم كنطالبوا من اجل الرياضه، هاد السيد المدير بغى يحرمنا من الرياضه، الاشخاص المعاقين اللي حرمتهم من الرياضه، يعطونا شي تيرانات، تيرانات القرب، كنعرفوها دابا حاليا ان كتخلص، سعادة العامل كيقول لك ان تيرانات القرب المبادرة كيدفعوا ان تيرانات القرب ان بالمجان، القاعات بالمجان، حنا كوضعية اعاقة كنترينو من 2012، كنتفاجئوا اليوم قال لنا خصكم تخلصوا، واننا منعنا، وحاليا دابا راه جينا من عند العمالة، من العمل على اساس اننا نجيو، الناس دابا راه تحاوروا معنا تناقشوا معنا، ولكن ساعة المدير هو مانعنا، كنطالبوا المسؤولين والمنتخبين انهم اللي تحت الجماعة الترابية ديال سباتة انهم يلقاو لنا الحل، وحنا بغينا الحل الرياضة من اجل الرياضة، لأن الرياضة ملي كي الأشخاص في وضعية إعاقة الألعاب الأولمبية أو البحر الأبيض المتوسط أو الألعاب بارا أولمبية أو بطولة العالم أو لي ماراطونات على الطريق، أنك تلقى الأشخاص معاقين كيهزوا راية البلاد وكيرفعوا راية سيدنا الله ينصرو بخفاقة خفاقه في العالم، وان النتائج اللي جابوا الاشخاص في وضعيه اعاقه ما جابوش الناس اسوياء، علاش الاسوياء كيترينيو وكيخلصوا ما كتمنعوهمش، وحنا الاشخاص في وضعيه اعاقه كتمنعونا، حنا بغينا نعرفوا شكون اللي عنده الغرض ان الاشخاص في وضعيه اعاقه انهم يتحبسوا، ما يمكنش اننا نترينيو وحنا في تيران الباسكيت في الشمس وفي الشتاء والبرد، وحنا معطوبين حنا مراد ونزيدوا المرض في الفرد، الله يجازيكم بخير، حنا كنطالبوا الرياضه ما كنطالبوش بالفوضى ولا كنطالبوا بالعنصريه، حنا كنطالبوا باش الناس مسؤولين والمنتخبين يلقاو لينا الحل. المدير ديالنا ديال النادي اللي كنترينو فيه بانه وقفنا على لونترينمون، قال لك حكا ما هكا خاصكم تخلصوا واحد لوكال اللي كنديروا فيه يعني الماتيريال ديالنا علاش كنترينيو، وحنا ما عندناش الامكانيات باش نخلصوا هذا، يعني نورمالمون حنا خصنا نترينيو بالمجان، ويعني تكون عندنا بزاف ديال الولوجيات اللي بالمجان، لان راك عارف الانسان يعني المعاق او ذوي الاحتياجات الخاصه راه ما عندوش لا دخل لا شي حاجه، يعني راه حشومه وعيب ان الشخص هذا يتعامل معنا بهذا الاسلوب وبهذا القسوه هذا، لانه ما حس بينا ما والو، وحنا ما كنطالبوش بشي حاجه كثيره، كنطالبوا بحقنا كرياضيين باننا نترينيو في الاماكن اللي خاصهم يخصونا يعني المناطق فاش نترينيو، على الاقل غير لاصال اللي كنترينيو فيه يخلونا نترينيو يعني بالمجان. كنا كنستغلوا القاعه ديال بو محمد اللي كاينه في سباته كنستغلوها بالمجان من 2012 الى يومنا هذا. مع اننا كنتعاملوا بواحد المعامله غير انسانيه من طرف السيد المدير اللي كيف ما كنقولوا هو واحد الاخطبوط ديال هذه القاعه اللي هي من نهار دشنات هذه القاعه وهو كاين فيها. مع العلم ان بالنسبه للجمعيات اللي كيسيروا القاعه خصكم 4 سنين 5 سنين يتبدل الرئيس، هذا السيد نهار دشنات هذه القاعه هو كاين كيحسب راسه ورثها. كيتصرف كيف ما بغى، مشينا لرئيس الجامعه ما تسوقش ليه، مشينا للسيد الباشا ما تسوقش ليه، قال لك هو ما كيتحكم فيه حتى شي واحد لان عنده درصه صحيحه اللي حاطاه هنايا. المهم اننا كنترينيو بالمجان مؤخرا عيط لينا، عيطوا السيده الرئيسه، جات السيده الرئيسه من برلوسي بالكروسه المتحركه ديالها. شنو غايدير باش يخرجنا منا؟ لا الوليدات اللي كترينيو هنايا، الناس اللي كترينيو هنايا ماشي كلهم ولاد سباته، كاين عندكم ثلاثه ولاد سباته. راه ما يمكنش ان جمعيه ديال اشخاص في وضعيه اعاقه يكونوا كلهم من منطقه واحده، راه ماشي هذا ميني فوت اللي غنجمع ولا الدرب ونجي نلعب بهم، راه الاعاقه راه كل منطقه فيها واحد جوج. المهم ما عليناش، ملي هضرات مع الاستاذه ديالنا الرئيسه ديالنا وعطاته ستاتي بان حنايا وطنيين وعمل حقنا ان نترينيو في اي ملعب كان. مرقى ما يدير دابا مؤخرا نهار الجمعه اللي فاتت علمنا قال لك بان الا ما خلصتوش الكرا ديال واحد البيت، الا شتي البيت ضحك تحت الدروج مترو على جوج متر كنخليو فيه كراز ديالنا، الا ما خلصوش الكرا ديالو ما غاديش ترينيو.
كنتفاجئوا اليوم الاثنين اللي عندنا حصه تدريبيه كنتفاجئوا ان الملعب مسدود علينا وحنا يلا كيفيزين بالبطوله الوطنيه لكره السله على الكراسي المتحركه اللي كانت الاطوار النهائيه ديالها كانت في ملعب ابي رقراق بالرباط تحت لواء الجامعه الملكيه المغربيه الارضيه للاشخاص المعاقين. فزنا بالبطوله ديال القسم الوطني الثاني وصعدنا للقسم الوطني الاول. التهنئه ديالو هو انه كيجري علينا من الملعب وحنا مقبلين نهار 12 و13 مارس على الفاس فينال ديال كاس العرش.